باش ما نطرحش دائما هذا السؤال من ومن اين مباشرة، يعني مساء الخير والسلام عليكم، فلان من ولاية كذا. السلام عليكم، عرفت الخير دوبير وش رايك؟ لاباس بخير، من ومن اين؟ طريال اكيد لكم من اين؟ انا اسمي هيبة، 21 سنة، من الجزائر العاصمة. اهلا، وش حبيتي تحكي معنا اليوم في ريال؟ انا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الهمم والعزيمة، مرحبا. الله يسلمك. وش راكي مع كورونا؟ وش راكي مع لا بأس، الحمد لله، رانا نسيو ان شاء الله يا ربي، بالدعاء ربي يرفع علينا هذا الوباء والبلاء وتولي الحياة لمجاريها اكيد ان شاء الله يا ربي. ان شاء كيف الله، يعني ما فيش تخرجي بالك بزاف؟ لا لا، نخرج فقط للضرورة، للذهاب للطبيب والعودة الى المنزل. ما عندكش امتحان بكالوريا ولا راح تحكي لنا فقط على الحمد لله، انا شتفت امتحان شهادة البكالوريا من حوالي 3 سنين، ما حالفنيش الحظ اني بديت؟ نتحصل على الشهادة، لانه على بالك ماشي لانه ما قريتش ولا لانه ما كافحت من اجل هذا الامتحان، لانه تعرضت لظلم كبير في البكالوريا كيف؟ بحكم اني من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالاحرى كل مصاري الدراسة كان عبارة عن كفاح. وش التخصص تاعك؟ وش الشعبة اللي كنت تدرسي؟ كنت ندرس علوم تجريبية. كيفاش؟ والله قطعتي لي قلبي، بصح كيفاش يعني كيفاش؟ معليش، إذا ربما كفاح طيلة مسارك الدراسي، في البكالوريا كيفاش كان هذا الظلم؟ هاد الظلم أنه قبل اجتياز الامتحان بسنة، كما على بالك في أدوية الاحتياجات الخاصة لازم تجوز امتحان تاعها وحدها، نعم، يعني بغيت شو، والأم كانت مصرة أني إنه هي كانت تجتهد من أجل هذا الشيء، فتحصلت على ورقة تبين أنه أنا نجوز في الطابق الأرضي. اجتياز الامتحان البكالوريا كيف نجوز، اكتشفت أنه المديرة حطتني في الطابق الرابع أول يوم، مع أنه كاين ورقة تدل أنه كاين اليوم راحت عند وزارة التعليم مكامل، قاطعوا لها ورقة انه بنتك تجوز الطابق الأرضي عادي، لكن كي راح لقيت باللي حطوني في الطابق الرابع. مي هادو ما همش عندهمش عقل. ما ومن بعد كي دخلت ماما قالت لهم كيف، عشان اول نشفى انه تجوز الامتحان البكالوريا في رمضان، يعني كان وقت البكالوريا تاعي في رمضان 2017. اهه، من بعد هذيك يعني بحكم انه يعني صارت صراع شي جار بين المديرة وبين الاهل تاعي، حتى حطوني لغيت شوسي، هذه يعني اول نورمال؟ يوم لا اخي، لا هذه نورمال، ما فيها حتى نورمال. ما يشوفوك مباشرة يحطوك في ريد شوسي، يعني ديجا انت نفسيا حطموك في اول مرة. في اول يوم دخلت لقيت طابلة وحدي، كانوا عسوني ربعة ربعة، نعم، والله غير عسوني أربعة، وكلهم أنا كنت على بالك بلي إنه في العلوم التجريبية أنا أصلا نستعمل يد واحدة، ما نستعملش اليد الثانية، نكتب بيد واحدة، يعني لحقت وراني دوكا بيد واحدة. الحمد لله أنا كملت قرايتي دوكا، درت عندي شهادة تقني ثاني في مجال تصميم الأنفوغرافي، الله الحمد لله يا يبارك. ربي كملت صافي قلت لك ويما. ذوي الهمم ذوي العزيمة. الله يسلمك. ومن بعد كي دخلت نتفاجأ انه كتبوا لي تاع تخيمة، مع انه انا من علوم تجريبية. بعدين ما بعد نشرح لهم في الرياضيات انه الدواء لازم نديروا لي هذا البيان، وفي العلوم هذا الرسم قبل يقولوا لي ما فهمناش، قاعدة نضيع الوقت كامل وانا في الشرح. وفي كل مرة تقول لي المديرة تقول لي بلاكي تكوفي ومنا، وبلاكي تخلوها تغش وبلاكي تخلوها، وانا والله يا زبير غير حاجه ما وراوها لي اصلا، كانوا تاع قيمه يعني ما يعرفوش البروغرام تاعنا. فالبكالوريا تاعي ما تحصلت عليها بمعدل 9.98، ربي وكيلهم. يعني انه هذا جزء بسيط من الظلم اللي تعرضت له خلال مصاري دراسي. ما نقولكش نهار تحاوت من الابتدائي والسلام تاني قريته، يعني حتى الباك نجوز الباك تاعي فلاني تام فلاني، ماشي نهار الباك، لا
دوزتو كامل في وانا نطلع ونحبط الطابق الرابع. الاب تاعي كان يرفدني الطابق الرابع عام كومبلي، ربي يعني عام يوفقهم. كامل نقرا في الطابق الرابع، وذي البكالوريا طلعوني الطابق الرابع، لكن الحمد لله الآن تخرجت و ان شاء الله الحمد الفرصة لله. في المجال اللي نخدم فيه. أنا أصلا كان حلمي ندخل مجال الإعلام، كان حلمي ما يفوت إن شاء الله، وعلاش لا لا. إن شاء الله يا ربي وش بزاف، يعني من وش 2000 كي تتذكري وش صرالك يعني؟ وش ربما وش يعني؟ انا حكيت لي انصدمت انه كاين ناس كيما هكذا. معليش يا سيدي، ما متنقلي ما متنقلي ما مكذا، لكن هذا بشر، هذا يعني المفروض تعامل الانسانيه اول شيء. يعني انت الانسانيه ما لقيتيهاش اصلا. اي والله انا جدا في اذاعه اللي تسمع بها جو راديو، وين وين اسمع؟ كان انا كان اول مره الظهر، يعني كنت ضيفه، انه كان يوم العالمي ذوي الاحتياجات الخاصه 14 مارس اليوم الوطني، حكيت لهم اللوكا تاعي. شوف نحكي اشوف ما نتفكر هكا، نحس الدمعه، الدمعه تكون في عيني، اكون نحس هيك شغل البارح اصلا. معليش كل ربي يوكلهم. ربي ما فيه غير نتائج الخير. البكالوريا نتائج البكالوريا لاي سنه كي نسمعهم يزغرتو، وانا نتفكر نحس الحسره في قلبي، لكن الحمد لله مرحله بجازت. معليش، إن شاء الله المستقبل قدامك، وإن شاء الله ما تنسي كاع هذا يتكلم الوهم. كذبه، الإرادة هي أقوى كل شيء، وأنا على بالي بلي الإرادة اللي عندكم أنتم راهي الدوبل واش عندنا إحنا، لأنه أنتم ما تعرفوا قيمة النعمة وتعرفوا قيمة الحاجة. إحنا ربما عندنا أشياء وما نعرفوش قيمتهم، لكن أنتم ربي أعطى لكم هذه الإرادة لأنكم تعرفوا قيمة الحاجة اللي ربي نحاها لكم. شكرا فريال، مانيش نسمع بيه، مانيش نسمع، ربما انقطع الصوت. هذه هي الله، هذه قصص تحدث، ويشاء القدر انه يطلع معنا في اللايف وتحكي في ظرف بعد شهرين، قبل شهرين من موعد البكالوريا اللي محددة وزارة التربية، وين تقول باللي يعني عملوا فيها المنكر، يعني هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبوا وحطوها في الطابق الرابع رغم انها لازم تكون في طابق ارضي باش تجوز الباك تاعها. ربي وكيلهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن الإرادة أقوى من كل شيء، وراهي كملت الدراسة تاعها وراهي تعمل انفوغرافيا ما شاء الله. طموحها الإعلام وإن شاء الله يتحقق. لما لا تكون برنامج لذوي الاحتياجات الخاصة وأنت تقدميه، سواء في الإذاعة أو في التلفزيون، وتكون موجهة ليكم ثم منكم وإليكم كفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأننا نسميكم ذوي الإرادة الخاصة وذوي الهمم والعزيمة. ترجمة